السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين الكاف وين يصدر قرار ويحبط فتيل أزمة جديدة بين الجزائر والكاميرون. احنا ما عندنا كأزمة، احنا ما عندنا كأزمة، احنا خسرنا مباراة يعني وين عطينا هدية للكاميرون هنا في البليدة. الناس دايرتها باللي انحقرنا، وحنا نقولوا الجزائر باللي ما نحقروش. علاش انحقرنا؟ حقرنا روحنا، حقرنا روحنا وخوفنا روحنا كي لعبنا بخطة 5 زوج ريكيبيراتير 3 ديزاتاكون، وين عطينا يعني فرصة كبيرة بدينا مدينا التأهل، عطينا كادو للكاميرون هنا في البليدة. ناس اللي راهي تلعب ليرون بأنها محقورة، بأنها يعني نحقرنا قاسامة، رغم أن كان باقي زوج دقايق الله فاه، ماركينا دو بيت، ماركينا بونت، يعني كان باقي 5 ثواني اللي عطينا كيما يقول لك للكاميرون كادو اللي ما كانوش قاع يتصوروه، ما كانوش متصورين قاع. إيه ماركينا ما تصوروش باللي غادي يماركو، حنا عطيناهم كادو تاع كادو كي داير ولا كادو عطيناه لهم، ما تأمنش راسك. حنا اللي حقرنا روحنا، حنا اللي بينا للكاميرون بلي رانا خايفين، رانا نموتوا منهم كي لعبنا لهم 5-2 ريكيبيراتير 3، يعني ما حوسناش باش نماركو لهم. حوسنا على هدف يجي على الله والدراويش، حوسنا على هدف يجي على الله والدراويش، ما حوسناش على نصنعوا اللعب ونهجموا يعني على الكاميرون ونبلعوا الكاميرون ونزيروا الكاميرون وكلش. ما درناهاش، هذه دخلنا في حيط، هذه هي الحقيقة. وعلى انتم ما تقولوا باللي الكاميرون غادي تلعب معانا في نفس الملعب، الصحافة تغلط الشعب. الكاميرون تلعب لو 5، الكاميرون تلعب، قلت لك لو 5، الكاميرون تلعب قول معايا استغفر الله يا ربي، تلعب الخميس، حنا نلعبوا الاربعاء، الكاميرون تلعب الخميس. وعلى كوب دافريك ونطيحوا معاهم في جروب واحد؟ ما نطيحوش معاهم في الجروب هذا، في الكوب جروب لي جاي 2025، نطيحوا معاهم دوزيام تور، نطيحوا فانيك مؤامرة تما نولوا عايشين مع الكاميرون، بيت عايشونا مع الكاميرون. الكاميرون اشتراهم ياكلوا، قولوا لنا الكاميرون ضروك اشتراهم ياكلوا، قولوا لنا بقات لكم تقولوا لنا الكاميرون اشتراهم. يا سايك لعبنا مباراة، احنا عطينا فرصة للكاميرون باش تتأهل، احنا مدينا لهم، احنا يا رانا بالك في عام، احنا اللي كيبلين نلعبوا لها، نعطوها فرصة كبيرة، فرصة شتي لا نعطو نهدو نلعبوا بلا ميليو تيرا، نهدو الميليو تيرا نهدوه لادفيرسير. انتوما هذه على ما تهضروهاش، لو كان جيتو هدرتوها بالك المدرب بالك يهربت له فيها، بالك كودبر لها عبسه. هذه هي، احنا رانا نلعبوا بلا رانا نبدا نقول صانع العاب رقم 10 كلاسيكي، رقم 10 كلاسيكي، اش عامل خطا نهضر على الناس، الله غالب شنو بدير. وين نزع الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف فاتيل أزمة جديدة كانت ستجمع المنتخبين الجزائر والكاميرون ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار في ملعب واحد. هما شوف الصحافة تاعنا راهي تهدر فيها، قال لك باللي بغاو يلعبوا في نهار واحد، هما يلعبوا قدامنا حنا موراهم. يا ودي برك ما تكذبوها، يا غالبا يلعبوا الخميس، يا يلعبوا الخميس، ما ستو تكذبوا. وكان هيكل وين كان الهيكل المشرف على كرة القدم الإفريقية قام في المرحلة الأولى ببرمجة مواجهة تنزانيا ضد المنتخب الوطني الجزائري، يعني ضد بوراندي ضد الكاميرون من جهة أخرى في نفس اليوم 8 جوان الحالي بملعب دار السلام يعني في عاصمة تنزانيا، يعني ملعب بنجامين ماكيبا الوطني بدار السلام بعاصمة تنزانيا. وخوف من إمكانية حصول مشادات يعني وين بعثة الجزائر والكاميرون حل تواجدهما في نفس الملعب، قرر الكاف تأخير مباراة بوراندي والكاميرون ب24 ساعة
اللي تدور يوم 9 جوان في نهايه المطاف. والله لا من نهار الاول دايرين هذه يلعبوا بالخميس، ماشي دايرينها يلعبوا بلا ربعه. وتاعش مشدد، شكون مشدد يا ودي؟ غير حنا معشيتنا، غير حنا معشيتنا. تاعش مشدد وين جايه مشدد هذه؟ وين نتوما تعرفوا مشدد وين جايه مشدد؟ شكون هما اللي بغاو يروحوا؟ بغى يروح ذاك المولحيه، ذاك المخنث، وذاك اللي غني، ذاك الغايطه اللي غني بسيط بينا يا ايطو بسيط بينا. شكون مشدد؟ شكون بيت دابز؟ والله لا مدوا الخمسه لبعضهم بعض نورمال. اخر ما شو اخر نقطه، نقطه كاع يمدوا الخمسه لبعضهم بعض نورمال خويا. ما كان لا مشدد لا والو. الناس الكاميرون جات هنا ربحت وراحت، كيما احنا ربحناها وجينا، هما اللي هنا جاوا ربحوا وراحوا. احنا الذريه تاع خالتهم مريم، ذريه اللي خرج اللي ولدتهم في 2019، هذيك الذريه هي اللي نوضت هذه الحيه. وما الشعب اللي يعرف البوله واللي ناصر المنتخب من قلبه، كي تمركا علينا البنت تاع الكاميرون. شوفوا في التريبي اللي مقابل منصة الشرفيه، مي تمركا علينا البنت، يعني الشعب خرج مسطات اكاشي. الناس تمركا البنت خرجنا روحنا، هذه مثالية. كاع انتوما راكم تزيدوا فيها هذا من دول ماتش منا مشاكرة. واحد كوافر، واحد قاعد، واحد مصري قاعدين منا هذا مكان. ناس تقصر عليكم وصيد. فات الخميس وفات الجمعة، وراه جاي الخميس وجاي الجمعة. قالكم هذاك بشكارة، قالكم الخميس نطرطقها. ودي هي طرطق، هي اللي تطرطق انت برك، هذا مكان. ويعتقد الجزائريون أن منتخب بلادهم تعرض لسرقة أحلامه من قبل الحكم قاسامة، الذي أدار مواجهة الخوض أمام الكاميرون في إياب الدور الفاصل للعب دور كبير، للعب ولعب دور كبير حسب رأيهم في فوز الأسود الغير مروضة بنتيجة هدفين لهدف وخفت بطاقة المونديال. بينما من جهتهم يرى الكاميرون أن منتخب بلادهم ترشح عن جدارة لنهاية كأس العالم، خاصة أنهم يظن في صفوف عديد من اللاعبين أصحاب مستويات العالمية. وتجد الإشارة إلى أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يحسم موقفه بشكل رسمي بإمكانية تقديم تظلم لدى المحكمة التحكيم الرياضي من أجل إعادة مباراة، حيث ينتظر أن يتخذ قرار نهائي في هذه المسألة خلال أيام قليلة المقبلة. ايه بدي حقرونا، وحقرونا حقرونا وحقرونا وماركينا ربعة تاع لي بيت. لاربيت قلعنا ثلاثة وحسب لنا بنت هنايا في البليدة. حنايا الشعب كومبلي كنا دايرين ذاك بوندي بوندا هذاك تاع بورتسوانا، هو اللي غادي يحقرنا. لعب ليشان الربحة رجعت للمدرب، كي خسرنا شاب دي العمارة قاسامة ايطو المخرجين تريفيزيو الجزائرية دقيوس مقيوس حصلوا في بالشيخ، حصلوا في بوحنيكا، حصلوا في قاسي سعيد، حصلوا في رفيق واحد رضا عباس. يعني هادو كاع لعبوا نهار لو 29 مارس كانوا في السطاد يلعبوا يعاونوا في الكاميرون وداو كل بحثة. مركاولنا حنا بنت في 22 دقيقة، هذا القلب اللي ما يتحركش وما يزغوتش باش نعاودو نماركو نقاليزو في البريمير ميطو ودوزيام ميطو نلعبو كيف نلعبنا. لعبنا عطينا فرصة للكاميرون لا تعوض. لعبنا أمام أضعف منتخب تأهل الدور الفاصل ماتش دو باراج، والله وخسر، والله العظيم وخسرت أمام الكونغو الديمقراطية اللي لعبت ضد المغرب، والله العظيم وخسرنا. نقول لك يا ودي خسرنا امام منتخب يعني ما شاء الله، والله كاين زوج منتخبات ضعاف، كاين غانا وكاين الكاميرون، راحوا مفاجأة، راحوا بسبب ضعف تكتيكي. كاميرون راحت معنا الكاس بسببنا احنا، ضعف تكتيكي، عدم قراءة المباراة جيدا للمدرب. ونيجيريا روحوا شوفوا لونترينر كيفاش كمل طردوا عليه، قالوا له ضعف تكتيكي ما حقناش نلعبوا هذه الخطه ما نلعبوهاش. بعد يجيك واحد يقول لك او الكاميرون، بس تو تهضروا على الكاميرون عصاركم كيفاش تبعوهم، تبعوا الكوب دي مونتاني تبعوهم.
تبعوا كوب دي موند، الناس هي تلعب كوب دي موند وحنا قاعدين نتبعوا في الغاشي.